انا ناخذ واحد الكوندروا سي ناصر. هذا كله كيعمر بالماء ديال البحر اللي كيبقى جون دو ريفيير كيجي من الماء. دابا شنو هاد البلاصه سميتها؟ هذه سميتها وادي كم باش نعرفوها للمشاهدين ديالنا. وادي كم وان ميم طون كيدخل لها حتى الحوت. هذه سيتي على ليبوك. دابا ما نقدرش نقول لك تدخل لها الحوت. وفي الصيف الحمد لله هاد كلها تكون عامره وتكون لي زيستيفون يعني كيجيو يبحروا الفات الجا. بصح هذا البحر اللي تري دونجورو. ايوه ولا بيك تاخذ واحد الصوره. جيت لا لا غادي سي ناصر شنو اللي قبل لي هاد لابارتيكول هاد لابارتيكول هاد هذا سي انتردي دو بوغ لا بينيات بوغ لي بينيات افيكتيفمون. اه وي بصح الناس ما كيحترموش يعني كي سون فو كاريمون دو انتردي ولا شي انتردي كيجيو يبحروا. وشاك اني يعني كيدي كي دي اذا هذا خص بنادم يكون الحيطه والحذر خاصه بالنسبه للدراري الصغار. هنايا في دي روشي يعني عادي شوف بناو دي بتي بانغالو تما وي كان غير روشي بون وي كان بناو فوق داك الروشي عاود ثاني بناو فوق داك الروشي يعني انا بالنسبه ليا تفضل المجال يعني المجال البحري كيتبنى يعني فيه هرسو مجال البحري سي كاتاسخوف يعني الانسان كيجي حد البحر كان داكشي ناتورال دي روشي هذا هو المشكل. لانك انا متاسف بزاف كيفاش كانت هاد لابلاص. واحد النظره تعطيك واحد النظره بانوراميك مالوغوزمون شو شنا داروا هنا لي كونستركسيون ما عرفتش والله ما جي غير هذا هو الخبر الجديد يا سي ناصر. هذه تقريبا هذه المنطقه كلها مشات بنايات يعني افكتيفمون بجانب يعني البحر كيكون هذه البنايات بحال هكا يعني بنايات. بصح سمح لي كتكون حاجه ناتورال من عند ربي كيفاش دايره وتجي انت تخسرها بهذا البنايات. ربي يدير التاويل الخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.